نقرأ على شاشة القاهرة الإخبارية هذا الخبر العاجل، يقول إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين كان قد صرح بها رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر كرو. والحقيقة أنه يبدو هذا الخبر غريبا إلى حد بعيد، أن إسرائيل سارعت باستدعاء سفيريها لدى إسبانيا وبلجيكا على ما قاله رئيس وزراء البلدين من أمام معبر رفح من تصريحات خلال مؤتمرهما الصحفي. هذه التصريحات يعني ما اعتبرتها إسرائيل داعمة للفلسطينيين.